صباحكم صحة من جديد. يعني من الأمور يلي بتشغلنا بالحياة وبنهتم فيها بشكل كبير الابتسامة وصحة الأسنان والحفاظ عليهم إن كان من الناحية العلاجية أو الجمالية كمان. واليوم بظل التكنولوجيا والتطور الكبير يلي دخل بكل مجالات الحياة وتحديدا طب الأسنان، صار لكل مشكلة في حل، في عنا علاجات عديدة وكثيرة، ولا سيما اليوم عم نحكي عن زراعة الأسنان يا رشا لتعويض الأسنان المفقودة. أكيد هاجي اليوم وقت بنقول زراعة الأسنان، اليوم بنحكي عن إجراء آمن وكثير شائع بين الناس، وأيضا هو تعويضي للأسنان المفقودة، ولكن كثير من الأشخاص ممكن يحطوا إشارات تعجب وقت يعرفوا إنه زراعة الأسنان هي الحل الأول طبيا. ليش؟ لأنه نحن دائما بنروح بالحالة الإسعافية لعند الطبيب الأسنان، وبيكون هذا هو الإجراء الأخير باختيار زراعة الأسنان. اليوم كيف مفهوم زراعة الأسنان حيكون؟ شو هي أهم طرق العناية بزراعة الأسنان وأهم الطرق الناجحة بالزراعة؟ حنضوي عليها ضمن فقرتنا الطبية. كثير من الأشخاص ممكن يكون عندهم أمراض يمنع زراعة الأسنان، اليوم رح نضوي عليها ونعرف معلومات أكثر من ضيفنا لليوم وهو الدكتور حسين عبد الكريم، أخصائي بأمراض الفم والأسنان. يسعد صباحك حكيم. يسعد صباحكم. صباح المشاهدين. يسعد صباحك دكتور. دكتور حسين، يعني اليوم عندنا مشاكل الأسنان عديدة وبنفس الوقت العلاجات أيضا عديدة عم تناسب أي مشكلة. خلينا بداية نتعرف نحن والمشاهدين شو بنقصد بزراعة الأسنان. بالنسبة لزراعة الأسنان طبعا هو علم جديد نسبيا، ما هو كثير قديم، يعني لا يتجاوز عمره 30 سنة تقريبا. طبعا هو عبارة عن آلية بتم فيها التعويض عن الأسنان المفقودة لعدة أسباب. طبعا ممكن تكون بسبب خراجات، ممكن تكون بسبب رض، ممكن تكون بسبب حوادث. زراعة الأسنان هو علم جديد ولقينا حلول كثير جيدة للتعويض عن الأسنان المفقودة. بعد ما كنا نحن مضطرين ونعوض مثلا بجسور، ممكن نضطر لأنه نبرد الأسنان قبل وبعد مكان التعويض، في حال كان التعويض في موجود أسنان، في حال عدم وجود أسنان لورا مضطرين نحن كنا نحط مثلا أجهزة متحركة. صحيح. هي كانت سبب إزعاج كثير كبير لعدد كثير كبير من المرضى. هذا العلم هو لاقى طرق جديده او وسيله جديده لانه نعوض نحن عن الاسنان المفقوده عندنا بالفك، وبالتالي هو طبعا عباره عن الزرعه، هي عباره او الغرسه السنيه احنا بنسميها، هي عباره عن برغي ولكن من مواد معالجه بحيث انه يتقبلها الجسم ويتقبلها العظم اللي نزرعها فيه، تنحط ضمن العظم ويتم التعويض فوق منها طبعا تيجان سواء زيركون او البورسلان فوق منها بعد فتره معينه او فتره شفاء معينه. طيب دكتور، خلينا هيك نوضح اكثر اليوم وقت بنقول نحن آلية زراعة الأسنان، كرمال اليوم ما نخلط بين العلاجات الأخرى إن كان التجميلية العلاجية. اليوم حتى الإجراءات التجميلية عم بيروح عليها الطبيب، عم تكون تجميلية وبنفس الوقت علاجية. اليوم خلينا نضوي اكثر على آلية زراعة الأسنان. الشخص وقت اللي بيجي وبيكون قرار الطبيب اليوم أنت بحاجة لزراعة الأسنان، خلينا نحكي عن الخطوات وطريقة آلية العمل. هلا بالنسبة لزراعة الأسنان آلية العمل، طبعا الخطوة الأولى هي الصور الشعاعية سواء كانت بانوراميك أو 3 دي اللي هي CBCT. نحن بناخذ تفاصيل أكثر فيها بالنسبة للأشعة، طبعا بدنا نشوف نحن ندرسها للحالة بشكل كامل. في إمكانية لزراعة الأسنان بشكل مباشر أو نضطر نحط طعم عظمي، أو ممكن نحن نضطر. شو يعني طعم؟ يعني خلينا طعم عظمي هو عبارة عن عظم صناعي، أو ممكن أحيانا يكون نفس المريض بناخده مثلا من عظم الرئة، ممكن من عظم منطقة الدقن، ممكن ناخذ طعوم عظمية نطحنها ونحطها بمكان الفقد العظمي اللي صاير عندنا نحن. تاخذ جزء من العظم، بنحط بنطحنه نحن وبنحطه بمكان اللي عندنا فقدان للعظم. نعم تمام. او ممكن تكون طعوم عظميه صناعيه، طبعا في منها ممكن يكون صناعي بحت، ممكن يكون منها منشأ حيواني مثلا ممكن ينحط. وبنحط طبعا مع سيروماته او ممكن يخلط مع الدم حتى كمان مشان يكون في عندنا تقبل من قبل الجسم بشكل افضل. تمام دكتور، يعني بعد ما حكينا عن الخطوات خلينا نحكي عن الاشخاص اليوم يلي مؤهبين انه يلجؤوا لزراعه الاسنان، هل في عمر معين؟ هل في حالات معينه ممكن هنن يلجؤوا للزراعه؟ وبنفس الوقت يمكن عندنا اشخاص ما بيقدروا يلجؤوا، خلينا نوضح هي النقطه. هلا بالنسبه لمرضى زراعه الاسنان بالتحديد، هو اي مريض قابل لانه يكون في عندنا انه في امكانيه للزراعه، ولكن بدنا ندرس الحاله الطبيه وخاصه لمريضين اثنين، هن مريض السكري ومريض هشاشه العظام. هذول مريضين بده يكون في دراسه مفصله لهم لحتى اشوف اذا في امكانيه للزرع او لا. هلا جزء منهم لا يمكن انه يصير عنده زرع نتيجه ارتفاع معدلات معينه من بعض التحاليل عنده، ما فينا نحن نزرع له. مريض السكري مثلا اذا كان السكر عنده مثلا مرتفع وغير مضبوط لا بيتبع حميه، وطبعا مريض السكري دائما هو مريض غير منضبط لانه عنده هو وجبه الاكل اهم من اي شيء ثاني. مريض السكري في اغلب الحالات هو مريض غير منضبط، وبالتالي نحن بنحاول نبتعد عن الزراعه، وخاصه اذا كان السكري التراكمي عنده عالي او اليومي بيطلع عنده فوق ال 180. طيب اليوم ما في حلول لهدول الاشخاص وقت بيكونوا هن بحاجه؟ الحلول هن الحلول بايدهم هن، يعني هدول الاشخاص. هلا مريض هشاشه العظام هذا الحل عنده قولا واحدا، بدنا نلجا للتعويض المتحرك. طيب دكتور، ما بين الايجابيات والسلبيات، ودائما نحن بنقول انه طبيا هو الحل الاول، وناس بتستغرب، يعني دائما انتم بتعانوا من الاشخاص اللي بيروحوا على عياده الطبيب بحاله اسعافيه، يعني اول كلمه بتقول له تاخرت كثير، يعني كنا فينا نعمل شيء ولكن نحن اليوم رايحين لاجراء الزراعه. اليوم ما بين الايجابيات والسلبيات، خلينا نروح للشيء السلبي. يمكن الايجابيات هي مفهوم عام، السلبي بزراعه الاسنان. هلا السلبيات بزراعه الاسنان، عندنا السلبيه الاولى هي التكاليف المرتفعه شوي بالنسبه لها كتعويض اسنان، غير عن الاجراءات الثانيه من التعويضات. السلبيه الثانيه هي المده الزمنيه. ممكن نحن نضطر انه مثل هيك نحن اذا بدنا نحطه على عظمه مثلا ننتظر 6 شهور لحتى يلتحم مع العظم الاساسي، ونرجع نحط الزرعه، كمان ممكن ننطر كمان من 3 إلى 6 شهور حسب وضع الفك وحسب وضع الثبات الاولي للزرعه. طبعا هذا هلا في دراسات كثير كمان بتقول عن الزرع الفوري، ولكن من الناحيه العمليه الافضل انه احنا نترك الزرعه بالفك السفلي من 2 إلى 3 شهور، بالفك العلوي من 5 إلى 6 شهور. بيكون حياتنا طبيعيه بهي الفتره دكتور؟ نحن بنمارس حياتنا طبيعيه كانه ما عندنا السن، يعني هو الاسنان ما لنا موجوده، يعني صحيح، لانه نحن عمليا حطينا الزرعه ضمن العظم جوا وسكرنا عليها باللثه، فعمليا بعد فتره شفاء الجرح ما عندنا اي مشكله، بنرجع بنمارس حياتنا بشكل طبيعي. تمام دكتور، يمكن لما بدنا نحكي عن اي موضوع طبي وعلاجي وتجميلي بالاسنان دائما بنسال يمكن على اللثه، على سلامتها وصحتها. اليوم ممكن تاثر اذا في مشاكل باللسان، نحن ما نقدر نساوي زراعه، قد ايه مهم اليوم نحن نشيك على امور اللثه؟ هلا اللثه او امراض اللثه يلي هي عم تخرب اسنان الانسان الطبيعيه، اكيد حيكون لها اذا كان في عندنا مشاكل باللثه والمريض كان اصر على اهماله بالنسبه لموضوع اللثه، اكيد حتسبب فشل للزرعات، كمان بصير عندنا التهاب نسج، مثل ما في عندنا التهاب نسج حول سنيه، عندنا التهاب نسج حول زرعات. بالنهايه كمان هي لا بالعكس، هون عندنا الموضوع اصعب، ليش؟ لانه هون عندنا جسم غريب نحن حطيناه بالفك، تقبلوا الفك نتيجه معالجات معينه، ولكن بيبقى اصعب من انه نحن عم نتعامل مع سن طبيعي. حتى امكانيه التنظيف والتعامل معه كامراض حول زرعات الى ادوات خاصه والى معالجه خاصه فيها اكثر من انه تكون سن طبيعي. وبالتالي هو امراض اللثه كمان ممكن تكون هي سبب لفشل الزرعات. هلا كمان احد الاسباب المهمه كثير بالنسبه لفشل الزرع هو التعويض النهائي فوق الزرعات. تعويض النهائي فوق الزرعات. شو يعني تعويض؟ تعويض يعني هي التلبيسات او الجسور او التركيبات اللي بنركبها نحن فوق الزرعات، هذه اذا ايه تماما. هلا هذه اذا ما راعينا فيها شروط الاطباق الصحيح وكان في عليها ضغوط وتحميل زياده على الزرعات بتسبب فشل بسبب القوى الاطباقيه. بالتلبيسات حضرتك طبعا طيب دكتور، وقت عم نحكي عن هذا الاجراء وعم نحكي يمكن الاسباب الفشل لإله اليوم، خلينا نحكي اليوم بعد الشخص ما يزورك وحضرتك تقوم بعمليه الزرع، مده يعني خلينا نقول من 3 شهور ل 6 شهور ممكن يكون الشخص، من 3 شهور ل 6 شهور عندنا. طيب فيما بعد اليوم نحن عم نستخدم جسم غريب بجسمنا وبده يعني للانسجه تتفاعل معه، خلينا نحكي اليوم عن الخطوه اللي بعد الزرع، هل المريض اليوم عم يشعر بسوء، عم يحس انه هو ما عم يقدر يتعود على هذا الجسم الغريب بالتم، او عم تكون لا حياته طبيعيه؟ هو عم يمارس حياته بشكل طبيعي اكثر من اي اجراء تعويضي ثاني، لانه هون نحن عمليا نحن حافظنا له على اسنانه المتبقيه عنده، او في حال ما كان عنده اسنان متبقيه فهو اكيد خيار افضل بكثير من انه يكون جهاز متحرك او بدله نحن بنسميه بالعاميه، صحيح، او انه يلجا لجسر طويل ممكن بعد فتره كمان يخرب ويخرب الاسنان الثانيه الموجوده. يعني اليوم نحن عم نقول حياه طبيعيه، حياه طبيعيه طبعا، لانه نحن صار الزرعه مع العظمني عباره عن كتله واحده. نعم تمام. طيب خلينا نعطي نصايح، شو هي الشروط اليوم اللي لازم يتبعها الشخص او يحتاجها لحتى يكون الزرع ناجح؟ يعني بشكل عام دكتور قد ايه عم تكون نسبة نجاح هي العملية؟ هلا نسبة النجاح مثل ما قلنا لها عوامل كثير مهمة، أول شغلة هي نوعية الزرعة واختيارها، الشغلة الثانية هي عناية المريض، والشغله الثالثه كمان موضوع الامراض العامه بالنسبه للمريض، وفي عندك كمان التعويض يلي هو العامل الاساسي لنجاح او فشل الزرعه هو التعويض فوق الزرعه، لان الرد الاطلاقي كفيل انه يفشل احسن نوع زرعات. هلا بالنسبه للعمر التقديري للزرعه، الزرعه طالما نحن عم نهتم فيها هي تعامل معامله سن طبيعي، ما عندها اي مشكله، في ممكن ضاين معنا عمر طويل جدا بس ما أنا مدى الحياة دكتور. لا مدى الحياة كمان ممكن تضل مدى الحياة، مثلك هذا الموضوع بيلعب فيه دور مثل سن البني آدم، نحن عم نتعامل معها كأنها سن. نعم. يعني احنا السن اللي عندنا بني آدم بتلاقي واحد عمره 80 سنة ولسه أسنانه مثلا موجودة عنده، ممكن تلاقي واحد عمره 20 سنة وأسنانه كلها مهدمة. عرفتي كيف؟ يعني في هلا كثير عوامل بتلعب دور بالنسبة لهذا الموضوع. هلا إجمالا الدراسات اللي عن شغلت على موضوع الزرعات عم تعطي عمر تقديري للزرعات فوق العشر سنوات، وهو عمر زمني جيد جدا يعتبر. يعني أغلب الشركات مثلا بتعطي كفالات للزرعات من 10 سنوات فما فوق. عرفتي كيف؟ بس بدنا نجي نحن على الواقع، مو بس انه انا والله الشركه حكت هيك انه خلص صار هذا قانون، لا نحن بدنا نشوف شو الدراسات اللي انعملت على الموضوع، شو امكانيه التعويض فوق منه، بدنا نشوف نحن تجارب من ان كان من اطباء زملائنا او ان كان من الشركه نفسها، بس تعطينا تقارير عن الحالات او نسبه الفشل او نسبه النجاح عندها. هلا نسبه الفشل بالنسبه للزرع مع تقدم العلوم، مع تقدم نوعيات الزرعات، ومع تقدم المواد المعالج فيها الزرعات، عم تكون نسب قليله جدا، يعني عم تتراوح ما بين ال 5% ولتحت، يعني من 5 واقل. فعمليا هي نسبه نجاح كثير كبير، لما نحن بناخذ بين 90 و 95% هذه نسبه نجاح كثير كبيره بالنسبه للزراعات. قد ايه اليوم حكيم الثقه مهمه بين المريض والطبيب، ويعني يكون في ثقه حتى بالمواد اليوم المشغوله، كونه نحن عم نتعامل باجراء طبي لسنوات طويله، وحضرتك عم تقول انه اليوم ممكن يكون هذا الاجراء ابدي يعني اذا تم التعامل معه بشكل صح. خلينا نحكي اليوم عن الاسباب اللي ممكن توصل الشخص للزراعه اليوم، هل هي الجينات، الوراثه ببنيه الاسنان عم تكون هالشيء، هل عدم الاهتمام اللازم بالاسنان؟ يلي ممكن يوصل المريض للزراعه عنده حل من اثنين، يا اما اهماله انه وصل سنه لهي المرحله من انه متاخر عليها الاسنان حتى معالجه او مو متابعه، وصلت لمرحله انه اضطرينا نخلع الاسنان نحن ونلجا للزراعه، او ممكن يكون حادث طارئ مثلا، يكون كسر او حادث، او ممكن يكون مثلا نحن على فتره حرب او شيء، مثلا طلق ناري ادى لاصابه الفك او شيء، يعني في كثير عوامل ادت لخساره الاسنان. عمليا هو خساره الاسنان هو السبب الاساسي لانه نحن بدنا نزرع. تمام. طب خلينا نحكي عن بدلات الاسنان اليوم، نتعرف عليهم. هلا بالنسبه لبدلات الاسنان او هي عباره عن الاجهزه المتحركه. هلا حاليا كمان في ممكن حتى البدلات هي ممكن تركب على الزرعات كمان، بما انه بنحكي عن الزرعات، يعني ممكن نحط نحن الزرعات. هلا في شيء كمان اسمه لزل خاصه للبدلات، ممكن نركب مثلا مريض ما عنده مثلا عظم يحمل زرعات كامله، ممكن نحط له زرعتين نحن بكل فك ونثبت عليهم جهاز متحرك بيكون اثبت وامتن بالنسبه للفك. بالنسبه للجهاز المتحرك وبالنسبه للزرع. بس يمكن سلبياتها شوي اكثر من هلا طبعا قولا واحدا. الثقه بالنفس اليوم هلا خاصه اذا كان شخص بعمر صغير بتحسه انه هو عم يخجل قدام الناس بكل تحرك، بخاف انه هذا الجهاز يعني يوقع منه باي لحظه. والله نحكي كمان عن السلبيات بين الزراعه وبين البدله المتحركه. هلا نحكي قديمه دكتور، قديمه القصه طبعا يعني. هلا نحكي شغله، احنا مو بس الصغير بالعمر، حتى الكبار بالعمر هلا حاليا يعني اللي عنده قدره ماديه عم يلجا لانه يحط زراعات. يعني هلا بيراجعنا مرضى عمرهم بالسبعينات عم يلجأوا للزراعه، ما بده يحط جهاز متحرك. طبعا موضوع نفسي، هو ما انه متقبل الموضوع نفسيا. ممكن يكون جرب البدله وانزعج فيها. هذا طبعا البدله هي بالنهايه هي اكثر جسم غريب، وطبعا قوه المضغ اللي بتعوض لنا فيها ما لا تعادل 50% من قوه المضغ اللي بتعطينا اياها الزرعه او الجسر السابق. يمكن هي كل فتره بدها اعاده تاهيل. كل فتره بدنا نعمل لها شيء، ممكن نعمل لها مثلا تبطين، شيء بنسميه تبطين، او نحن اذا نشوف شو في فراغ بينه وبين لسه يرجع متشكل نرجع نعبيها ماده اكريل، او ممكن نضطر نحن نغيرها بعد فتره معينه، لانه اذا بطلناها اكثر مره بصير عندنا وزن كثير للبدله، بصير عامل جاذبيه لحاله كفيل انه يخليها فيه. يمكن تعمل تراجع باللسه خاصه عند كبار العمر. يعني استنادنا عن السجوئيه شيء عم يجي عليه ضغط، بصير في عندنا تراجع. تمام، اليوم يمكن نسبه كبيره من الناس بتخاف من فكره العياده الطبيه، دكتور الاسنان، يمكن بيروحوا اخر حل حتى يلجؤوا لدكتور طبيب الاسنان. تماما، يعني الكبار والصغار. طيب دكتور، احنا عم نحكي اليوم عن زراعه الاسنان وعم نحكي عن عمل جراحي، اليوم خلينا نوضح لكل حدا عم بيتابعنا هل هي العمليه مؤلمه دكتور؟ خلينا نحكي فكره كثير مهمه، انه قلع السن اصعب بكثير من عمليه الزرع. كيف هي حكيم؟ يعني اشارات استفهام هلا. طبعا هلا انتم حد تفاجئوا مثلا انه قلع السن هو عمليه رادة جدا، لانه احنا عم نوسع الفك، وممكن احيانا نضطر انه احنا نبرد من العظم، او ممكن نضطر انه نبرد عفوا نفصل جذور الاسنان ونشيل الجذر لحاله، فعمليا هي عمليه مزعجه جدا. صحيح. ونزف قوي ممكن يكون، او كميه نزف كمان كبيره. هلا بالنسبه لزراعه الاسنان لا، نحن عمليا حتى لو اضطرينا انه شقينا لسه شوي شقينا لسه في تخدير دكتور؟ دخل طبعا قولا واحدا كله تحت التخدير. كميه المخدر حتى اللازمه للزراعه اقل بكثير من الكميه اللازمه للمخدر دكتور عم يسهل القصه على الناس يعني. لا انا عم احكي بواقع، وهذا اللي لمسناه نحن، واغلب المرضى بعد اللي بيكونوا جايين مرعوبين من فكره الزراعه بيطلعوا بيحكوا هي نفس الكلمه، انه قلع السن اصعب من زراعته، او حتى انه زراعه السن اسهل من سحب العصب، او حتى اسهل من اي شيء ثاني. طيب عمليا هي الاجراء الجراحي وككلمه هي وكلمه جراحه، ولكن احنا نحافظ على العقامه، نحافظ على تكون ايد خبيره بالنسبه لموضوع الزراعه. فقولا واحدا نحن رح ناخذ نتيجه كثير حلوه وكثير مرضيه، وباقل رد للمريض وباقل مضاعفات معه لبعدين. طيب دكتور، خلينا هلا بعد ما وصفنا الحاله الاليه، السلبيات، الايجابيات، خلينا نعتبر انه اليوم المريض راح للاجراء زراعه الاسنان، ولكن نحن دائما في حالات بتصير بعد الزراعه، هل اليوم هذا المريض معرض لاي حاله، ان كان تراجع باللثه، ان كان التهابات تحت الزرعان، كان خراجات، شو هي الاجراءات الطبيه اللي ممكن تتعامل مع حضرتك؟ هلا طبعا المريض لازم يتابع حاله بشكل دائم، خصوصا اذا لاحظ اي تغيير على موضوع اللثه، او إذا شاف انكشاف الزرعات، أو إذا صار في عنده، حتى يفضل إنه مثلا كل سنة يعمل صورة شعاعية. هل هي مراقبة شخصية؟ هلا بده يراقب مراقبة شخصية، وممكن يتابع مثلا كل سنة، مثلا نحن نعمل صورة شعاعية، ما بضر يعني بالنهاية، اللي دافع تكاليف زرعات باهظة ما حيوقف عند تكاليف صورة شعاعية. كل سنة يعمل صورة، مثلا نحن بنراقب إذا في عندنا شيء تراجع تراجع بالعظم، طبعا على الصورة الشعاعية بين تراجع لسه بين معنا من المشاهدة السريرية. وما عنده مشكله انه اذا بيعمل كل سنه مثلا ولنفرض تنظيف حوالين الزرعات، او تنظيف لاسنانه، كمان كثير منيحه. يعتبره هو مثل تشيك اب دوري، بده يتعامل معها كانه معامله اسنان. يعني نحن كمعامل اسنان احنا اذا بدنا نجي نحكي نصائح للمريض طبيعي بنقول له كل 6 شهور اعمل انت مثلا تشيك اب على اسنانك عشان نتابع اذا في اي مشكله نتابعها من بدايتها. لا نحن بنحب نروح باخر مرحله. اغلب المرضى بتحب تروح على الرمق الاخير. كنت عم اسالك على الحالات اللي ممكن تصير بعد الزرعه اليوم بتعرض لاشخاص ممكن تصير ما عنده التهابات لسه، ممكن يصير في عندنا اذا اهمل الموضوع بشكل كبير ممكن يصير في عندنا فشل بالزرعه ونضطر نخلع الزرعه ونرجع نزرع زرعات جديده، ممكن ينكسر عنده الجسر، ممكن يكون ياكل رب مثلا، يصير في عندنا بدنا نضطر نرجع عند الداخل الجراحيه نرجع من اول وجديد تماما نضطر نرجع من اول وجديد. فعمليا يعني هو معرض مثله مثل اي سن طبيعي لاي لكل المشاكل اللي ممكن تصير الا النخر. تمام دكتور، يعني بدايه حديثنا كنا عم نقول انه صار في تطور كبير اليوم بالتكنولوجيا ولا سيما التطور يلي طال طب الاسنان، دخول الذكاء الاصطناعي ايضا. خلينا نوضح شو الجديد اليوم بطب الاسنان واللي عم نستخدمه اليوم ضمن عياداتنا. هلا لنحكي في كثير قصص جديده بالنسبه لطب الاسنان. هلا بدنا نحكي نحن بواقعيه بالنسبه للواقع عندنا بسوريا، نحن تقريبا في كثير اجراءات ما لسه ما دخلت حيز الاستخدام باغلب العيادات، يعني عيادات كثير قليله اللي عم تشتغل فيها. هلا في عندك مثلا ممكن المجهر الالكتروني لاجراء المعالجات اللبيه بمعالجه اللبيه، عندك مثلا الالتراسونيك استخداماتها كمان بالنسبه للمعالجات اللبيه، عندك مثلا خلينا نحكي نحن اجهزه التصوير الرقميه او السنسور مين موجوده بكل العيادات. هلا صار فيه توجه نحو انه تكون موجوده باغلب العيادات ولكن مين موجوده بكل العيادات. هلا في عندك مثلا خلينا نحكي الليزر كمان واستخداماته بطب الاسنان كمان نسبه كبيره من العيادات ما عم تشتغل عليه. طبعا نرجع نحن انه الوضع المادي بقيد الطبيب حتى قبل المريض انه بده يشوف الطبيب شريحه مرضاه شو هي انه انا كيف بدي اتعامل معه. يعني لما بده يجيني مثلا مريض بدي اقول له انه مثلا خص اللثه مثلا والله بده يكلفك مبلغ الفلاني، نعم بده يكون هو قادر يدفعه او لا، عرفتي كيف؟ فهون كمان هذا عم يحدد الموضوع استخدامنا للتكنولوجيا بشكل متطور اكثر. تمام. طيب دكتور قبل ما نودعك في اي نصيحه هيك حابه باقل من دقيقه دكتور حابب ترجع؟ طيب النصيحه الاساسيه هو اول شيء حافظوا على اسنانكم مشان ما نضطر للزراعه. الشغله تدفعوا بالاخر تماما. الشغله الثانيه هي زراعه الاسنان هي الخيار الاول طبعا للتعويض عن اي سن مفقود حتى لو كان سن مفرد. بدنا نعوضه، نحن الخيار الاول احنا بنلجا له هو زراعه الاسنان. الخيارات الثانيه دائما عم تكون اكثر تعسفيه على الاسنان او على اللثه. الاجراء الاساسي هو الزراعه، ولذلك ننصح جميع المرضى اي حدا عنده قدره انه يلجا للزرع لا يوفره. شكرا. بالختام اكيد شكرا لنصائحك ولمعلوماتك الطبيه اللي قدمتها اليوم الدكتور حسين عبد الكريم اختصاصي بجراحه الفك والاسنان. اهلا وسهلا دكتور. شكرا لاستضافتكم الكريمه وشكرا لكل المتابعين اللي ان شاء الله نكون قدرنا وصلنا لهم رسالة أو نصائح مفيدة لألهم بالنسبة لموضوع زراعة الأسنان أو طب الأسنان بشكل عام. أهلا وسهلا حكيم، نورت صباحنا. وأكيد دائما نحن بنقول بالصحة والسلامة لكل حدا مرافقنا بصباحنا ولكل الناس أكيد.